هلا رح نعمل السلطه. رح ناخذ بوله. هلا السلطه الطحينيه بالعاده بدهاش مكونات كثيره، مكوناتها بس خيار وبندوره وبصل اخضر، ممكن كمان تستغنوا عن البصل الاخضر بس. بنحط عليها الصلصه اللي هي الطحينه والليمون وشويه لبن. هلا بحكي لكم الصوص. خليني بس قبل اطول على الرز، لسه الرز ما نشفت ميته، خليه على رقم شوي بعدين نقيمه. نقطع الخيار قطع صغيره مو كبيره. هلا هيك نقطعه قطع صغيره. هاي السلطه الطحينه كثير زاكي كمان، يعني هاي من السلطات البارده اللي بتنعمل كمان برمضان كثير. الواحد بيكون صايم طول النهار وعطشان فبتبرد على القلب شوي. والعادي احنا دائما نعملها يعني السلطه الطحينه مع كثير اكلات مش بس مع هاي الاكله. نقدر نعمل معاها هاي الطبخه كمان السلطه الحره، عملتها انا قبل هيك. وبنقدر نعمل معها السلطه الحمراء العاديه اللي هي خيار وبندوره وخس وطماطم والفليفله وكل شيء عندك خضار بتقدر تحطي معاها. شوي كمان بس دقيقتين. خلصنا كمية الخيار. هاي واحد كمان. أنا كثير بحبها، كثير عجبتني هون الطماطم المصرية، كثير طعمها زاكي، بتحسها شبعانة مي وخيرها فيها، بحبها كثير، يعني طعمها بالأكل كثير زاكي. راح اقطعها كمان برضه قطع صغيرة. الليمون احنا عصرينه هلا، بس الليمون ما راح نحطه السلطه دايركت، راح نحطه مع الصوص اللي تكون حرام عمله. هلا احنا خلصنا كميه البندوره وكميه الخيار، نحطهم كلهم فوق بعض، وراح احط معهم بصله خضراء. البصل الاخضر مع السلطه بعطي طعم مميز عن البصل الناشف. هلا راح احط البصله اقطعها كلها الابيض مع الاخضر. هلا انا هيك خلصت السلطه، راح احط عليها بس المواد اللي قلت لكم اياها مع بعض. راح اجيب طاولة صغيرة، احط لبن زبادي تقريبا معلقتين ثلاثة، راح احط فوقهم الطحينه كميه منيحه. راح احط من الطحينه يعني تقريبا كاسه شاي، وراح احط معاهم الليمون، وراح احط فوقهم الملح. بسم الله. هلا راح نخلط كل المواد هاي مع بعض عشان يتجانس معانا كل الخليط. نقيم هدول. الطحينية واللبن لازم أنا حاسة خليني أحطهم بولة أكبر شوي لأني مش عارفة أحرك، لأنهم لازم يتحركوا منيح ولا بتفرط معانا الطحينية. نقدر نحط عليهم شوية مي. خليها هون جهزت. هلا هيك انا اخذت راحتي اكثر.
فعم بقدر أحرك فيها منيح. الله لا يضيق على حدا. ليش مضيقة حالي كرت أنا؟ طيب لا بدها مي كمان. ايوه نحطهم هون احسن عشان الكاميرا تكون عليهم. نقيم المي. خلص البصل الاخضر خلصنا منه، كل شيء خلصت منه بدي اقيمه عشان اعرف اشتغل منيح. نحركها منيح عشان قلت لكم لانها الطحينيه اذا ما تحركت منيح بتكتل معنا، فاحنا ما بدنا هذا المنظر ابدا. خلصنا راح نجيب كل كميه الخضار اللي عملناها ونضيفها فوق الخليط اللي عملناه. لو حطينا لبن زبادي وحطيت طحينيه، حطيت ليمون وملح ومي، هلا هيك بتكون معانا السلطه جاهزه. بنصحكم تجربوها عن جد طيبه. يعني ادوقها.